الله ما شاء الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بدنا نساوي هلا؟ شو بدنا نقول للمعلم فاضل؟ سد لي بوزك انت وياه وياه، اصلا لو مفتحين عيونكم ما كان هرب من بين ايديكم. هلا هذا اللي صار، شو لازم نعمل؟ يا ويلنا ويا سواد ليلنا ويا خساره جهدنا وتعبنا. لك ما عرفنا قرني بالبستان الا ما دورنا عليه فيها، وين راح؟ والله اذا بده يكون بسابع ارض لجيبه. بسيطه ان شاء الله. طقطقة جوزتي، فاي تشرب مي أنا. الله أكبر، شو هاد؟ يا أخ يا اخ الله اكبر، دم يا اخ يا اخ، رد علي رد علي، قوم قوم يا اخ. شو هاد؟ فيك تمشي يا اخ؟ فيك تمشي معي؟ يلا يلا يلا، حط ايدك يلا يا معي. ولك يا بنات يا صبايا، يا بنات يا صبايا، يا بنات يا رب يا رب يا بنات. وهرب؟ لك كيف هرب؟ كيف؟ ما بعرف، فجأة اختفى يا معلم. اسمعني منيح انت وياه وياه، تقلب الارض فوقاني تحتاني وما بترجعوا لهون الا وهالبطيخ معكم. لك حرك انت وياه، يلا لك تحرك، يلا يلا يا شباب حرق. اما في عيونكم بعايم لك تحاش، نفر واحد بيهرب منكم يا حيوانات. لعمة في عيونكم لعمة. يا صبايا يا بنات، يا رب يا بوي. خير يا ابي؟ خير يا شايلي يا ابي؟ سخنوا لي شوي زيت وحموني السكين على النار. حاضر يا ابي حاضر، بس انا هدي شوي. يا ابي لك شو بك؟ على مهلك على مهلك يا ابي، يا ابي ساعدوني ساعدوني يا ابي يا ابي يا ابي يا ابي يا ابي يا رب يا رب. يلا بسرعة يا بنات احلى يا زيت. يا رب يا رب زلمة جيب الزيت. يلا 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 علم. عودوا نعود عود 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 يا علم. يا صبايا الزيت والسكينة. يلا ساعدني يا أخي ساعدني ساعدني يا رب يا رب يا رب يا رب ساعدني. يلا بسرعة بسرعة شوي، شكله فدائي وما وصينا عليه الإسرائيلية. يا حرام يا حرام كثير مدمر، بس يلا هلا شو بدنا بهالحكي، خلينا نستعجل. وين السكين؟ لك شو صار معكم يا بنات؟ هاي الزيت يا ابي حطيه، وهي السكينة يا ابي. روحوا حضروا لي المي السخنة مشان نغسل له الجرح. يلا اطلعوا لبرا. امرك يا ابي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هو انت ما تعرف شنو اسمه؟ بلى انا بعرف اسمه، بس مدري شلون هيك تاه عن بالي. لو كنت جاي تبارك له برجعته من بيت الله الحرام ما ابو غير الحج نوفل، لانه هو الوحيد اللي راح الحج العام. ايوه طيب هذا الحج نوفل اللي عم تحكي عنه انت بتعرف بيته؟ وكاد اخوي، هو ابو احد ما يعرف دار الحج نوفل؟ ايوه معناته خال فينك تدلنا على بيته او توصلنا لعنده؟
قاعد اخوي، ما هو داره بجانب دارنا. تفضل اخوي تفضل. شرف عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخي، شو بتأمر؟ حضرتك نادي خانو؟ أي نعم. أنا من طرف لمعات. يو، سلام قولا من رب رحيم. ليش لمعات خانو بعد عايشة؟ إيه، سات عايشة. لك مو قالوا أن انمسكت وانعدمت بعيد الشر عنها؟ إشاعات أختي، إشاعات. الحمد لله على سلامتها، يعني تبرت من هالتهمة الباطلة؟ ما أنا جاي لعندك من شان هيك. أيوة. هدول مصاريف مؤقتة، بتسلم عليك لبعات وبتقلك معية الله من ثم معيتك براءة. أيوة. وبالنسبة للتكاليف لا تاكلي هم النوب. إن شاء الله خير يا أخي، أنا رح أعمل كل جهدي، بس خليني أشوف هالخانة مو أفهم منها. لك لا، شو تشوفيها؟ ما حدا بيعرف وينها. يو، لكن كيف جنابك عرفت أنها بعد عايشة؟ عن طريق شخص ثالث. أيوة. وكل ما عجلتي بالسيرة لا تتأتحابك. إن شاء الله خير يا أخي. مشي، وأنا كل بين فترة وفترة ببر لعندك. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا حوينتو. ايه والله يا حوينتو، الله يكون معه يا رب. يا بي، ليش لهلأ ما صحي؟ لأنه جرحه كبير واحتمال رصاصة واصلة للعظم. يا لطيف، معقول يا بي؟ معقول، كل شيء معقول يا بنتي. وإذا كان مثل ما عم تحكي يا بي؟ بهالحالة هي بتكون حالته خطيرة ولازم ناخده على المشفى. نقدر ناخده على المشفى؟ نحن ما بنعرف مين هو؟ ما هون المشكلة إنه ما بنقدر ناخده على المشفى. لكن شو بدك تساوي يا بي؟ ما فينا غير ننتظر لبين ما يصحى لنعرف مين هو. احتمال يكون، وأكثر ظني إنه في داي. الله يكون معك، الله يقومك بالسلامة ويرجعك لأهل. آمين يا رب. متكارمة كتير هاللمعات خانو، لقوا على قولة زلمها لسه الخير لقدام. مو قليلة منوب هاللمعات خانو، وعلى هالعماية اللي عاملتها مثل ما سمعنا كان لازم تنعدم من لحظة ما نسكت. شلون بدي أقنع وحيد يدخل بقضيتها ويخلينا نكسب من وراها هالخيرات؟ يعني اسمها الفرصة جاية وجاية. إيه، بزمتي وديني، بزمتي وديني. بحال بقي وحيد متعاني ومشرف لي حاله، أنا لحتى أدخل بقضية لمعات خانه. يلا يلا يا أهل البيت، يا أهل الدار. يا هلا ورحب، يا هلا ورحب بضيوف الرحمن. يا هلا بالمهلي. هلا فيكي يا بنت الكرام. الكرام للكرام يا ابن الجاوي، تفضلوا. هلا هذا بيت الحاج نوفل الطبراوي؟ اي بالله، وصلت، حياك الله. الله يخليكي يا رب. طيب الحاج نوفل موجود بالله؟ لا بالله ما هو موجود. تفضلوا تفضلوا يا ميت هلا ورحب، تفضلوا. يا هلا ورحب. يلا يلا تفضل يا اخوي. كتر خيرك. يا هلا. تفضل يا اخوي، بدي قهوه. سلم ايديكي. تفضل. زيد فضلك.
يا هلا ورحب. ان شاء الله دايمين. بل هلا. ما قلتي لنا يا بنت الحلال. تفضل. الحاج نوفل وين موجود؟ بلحق اللي يكتف الخضار، ما يطول يعاود. على خير ان شاء الله. يا هلا ورحب. خذوا راحتكم امانه، الدار داركم. ولا يهمك. يا هلا يا هلا. كتر خيرك. يا هلا ورحب. ابو حميد ما شاء الله كان. شو هالبنت هي؟ اي والله خسات العين وشمت الملائكه. احمد؟ ايه. قلت لك في خبر عن عمي ابو طالب. قول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. ومن بكره نادي يا خانم رح تبلش تنبش قصتها معك بالمحكمه. شلون؟ فهمني. بدون ما اقول لك شلون. المهم الامور ماشيه مثل ما ردنا وزياده. وانا لعيونك. بس لازم تفتح مخك منيحه ولازم تعرف انه هي القصه ما بتتكرر معنا حتى بالاحلام. اللي هي شوي. لمعات والمكانات والبيوت والحوانيت. اخي انا سبق وقلت لك انا من ايدك هاي لايدك هاي، المهم الحس اصبعتي من هالسيره. لحسيت اصبعتك بتاخذها من هالشوارب. ما دام هيك انا مستعد اعمل يلي ما انعمل. معناته اتفقنا، بس بدي منك شغله. لما بنجتمع انا وياك مع لمعات بدي منك تأيدني بكل شيء بقوله، لانه انا بدي افهمها انه الشغله مو سهله. اعتبر هالشيء صار. بدك تدير بالك كثيرها، لانه لمعات بنت حرام بتقرا حجر العين. انا اللي بعرف هالشيء. طالما بتعرف بدنا نلعبها صح. لعيونك. والله اذا بدنا نلعبها صح نصير فوق. يلا. يوبا يوبا. علامش يا بنيتي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يوبا جانا ضيوف على الدار عنك. يلا حيهم. يا هلا يا هلا يا هلا. هلا فيك يا عم. يلا حيهم. يا هلا من ملفاكم لملقاكم. بالمهلي يا عم. حياكم والله. على رأسه. تفضلوا رأسه. تفضلوا. يلا حيهم. يعني عمي الحاج انت ما سألتنا نحن من وين وليش لحتى اجينا لعن جنابك. لا يا وليدي ما حبيتها من كبد. شو هي هي اللي ما حبيتها عمي؟ حنا العرب ما نسأل غير لبعد ثالث يوم يا وليدي. شو هالحكي هذا عمي؟ يعني عمي نحن حنبقى عند حضرتك 3 أيام لحتى تعرف ليش اجينا لعندك؟ اي يا وليدي. حليمة سمي بالله واذبحي للضيوف. عمي الله يوفقك. قبل الذبح وقبل الضيوف ما بدك تعرف نحن من وين اجينا؟ ليش اجينا؟ شو بدنا؟ ايه عمي، عمي لازم تسألنا. قلت لكم من قبل حنا من عاداتنا ما نسأل لبعد ثالث يوم. ايوه على خير ان شاء الله. خير عمي. طولت صحوة هالزلمة. ايه والله طولت كتير. يا ترى شو اللي وصله لحتى يتقوص بهاي الطريقة؟ شكله مثل ما حكينا يمكن يكون فدائي. زلفة؟ انت شو بتقولي؟ انا بقول انه مين ما كان يكون وشو ما كان السبب خلص الزلمة صار بدارنا ومن واجبنا انه نرعاه ونحميه. زلفة نحن لا مختلفين لا على حمايته ولا رعايته، بس عم نسأل. انا بظن انه هو مانو من هون. معقول هالحكي؟ زلفة معها حق، هالزلمة شكله مو من هون. يا بنات جيبولي شوية مي. أمرك يا بي. يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. سمعونا الصلاة على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله يعين عليك يا بدر. صحتين وهنا. لا يسلم الله. ملك لك. اجى المعلم طلال يا اخوان، اجى المعلم طلال يا جماعه، اجى المعلم طلال. يعني قانونا صار معكم شيء؟ انتوا صار معكم شيء؟ عم نستنى رحمة الله. لا إله إلا الله. يعني بدهم يرجعوا؟ طبعا بدهم يرجعوا. شيء طول تلبان من الرحمن شبنا كلام بنومس درر. الغايب عذره معه يا جماعة، الغايب عذره معه. ما اختلفنا على الحكي يا أبو سمرة، إذا الجماعة قالوا بعظمة لسانهم إنهم راجعين بنفس النهار. وهي صرنا بنص ليل، والله شو بيحط القعد بالكف يا رجل. إي والله. شوكات هدينا يستر عليك من غير شيء مشلوشين شلش. منت علينا عمي طلال، منت علينا. أمرك. شو رأيكم بشفة قهوة تشفي العليل يا أخوان؟ لا 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 عمي بدرو ما في داعي، قهوتك اليوم مو ظابطة. صهري زينو. حاضر. يلا لا يحرمني إياك، يرضى عليك، عمل لك بريقين شاي دورهم على الشباب. القهوة من عند بدرو، بتصحصح أكثر أبو لمعي. لا سيدي، قهوته اليوم مو ظابطة. لك حروك عمل لك بريقين شاي.
يا اخي الله مثل ما عم يلقى ابو لمعي شن الشاي اطرى لبنات العدان زينو بيك بتفهم ايه ما بكون زينو على سن ورمح اذا ما بحط حد لهالغلاظه تبعك يا ابو لمعي انت والشرن التاني هذا ابو شاكر لك يقطع عمرك انت وياه طمنونا يا رجال في اخبار عن محمد ورفيقه والله يا اسيادنا على حتى ايدكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله الغايب معذور لك يخلينا يا اخي لك يخلي لك يبرنا اللي خلق يا شيخنا لك شو الكلام لك شو الكلام اللي بينومس بينومس ونص شرس سيدنا شرس وين سيادنا وين على الديوان وين يعني لك خليكم شوي اشربوكم كاس الشاي من عند زينة شنو حتى يبري شاي لحالة كلياتها مو مشكلة ابعتوا لنا على الديوان دشرني بقى ايه تفضل حول ولا قوة الا بالله العظيم خيرا تعمل شرا تعمل هات هات قهوة هات قهوة هات كراسي بدرو ان شاء الله دايمة علانكم زيدوني طويلين العمر والله أنا من ناحيتي يا عمي ما عاد فيني حط بتمي لقمة أساساً أنا بالذات بحياتي ما أكلت مثل هذا الأكل الله يسلم إيديك يا رب بالهنا والشفا حليمة يا وليدي طبرية كلها ما حد يقدر يجيب لقمتها بكلنا ساوين طبرية واضح عمي أكيد عمي أكيد عمي أنا بدي أحكي معك بموضوع تفضل يا وليدي عمي مشان موضوع الثلاث أيام اللي حكيت لنا عنه علامهم ثلاث أيام يعني أنا قصدي عمي هدول ثلاث أيام ما في مجال هيك نختصرهم شوي بس هالمرة ونحكي لك ليش إجينا لعندها ودك يقولون عن الحاج نوفل الطبراوي أنه خالف العادات والتقاليد؟ عمي على رأسي من فوق أنت والعادات والتقاليد كلياتها في مجال بس هالمرة نستثني هالحالة هي والله العظيم ورانا أشغال وأعمال لا يا وليدي ما يجوز أبد أم صابر حاجة بقى تفاولي عصبي الله يرضى عليكي لا إله إلا الله محمد رسول الله نار نار وشاعلة بقلبي ما بتنطفي إلا لحتى شوفه هيك فايت علي سالم مسلم سالم مسلم يا بنت الحلال ولك يا بنت الحلال إن شاء الله هلا بتشوفي داخل عليكي سالم مسلم ميحي ليش أنا لحقت أفرح فيه وبرجعته من مصر يوه بقى رح تخليني ازعل منك يعني اذا ابنك محمد الله يسلمه ما رح دور على عمه ابو طالب مين بده يروح الغريب يعني لك انا مو قصدي يا ام طالب لا تفهميني غلط والله والله كرمال اخي ابو طالب مستعد ابعته على بلاد اليمن مو بس على طبريه لك لنا شو السحو الناح شنو قال لي انه رايح وراجع يا جماعه وصار في معه ظرف شو يعني بتموتي حالك انا بعرف طولي بالك يا خالتي ام صابر والله ما لمستاهله القصه هلا ان شاء الله ما منلاقي الا طلال فايت هو وياه وزوده وفرقه ساعد زمان شحه بيكون على الطريق بعدين شو بدنا نحكي نحن يلي ما بنعرف وين اراضي لابونا اتقطع عليك يا ابو طالب وحدي الله خالتي وحدي الله ايه ما بدك كل هالشي وهيك عم تفاولي علي خالتي ام صابر عن جد رح تخليني ازعل منك واندم لاني وافقت محمد يروح يدور على عمه ابو طالب بطبريه هذا أكيد طلال يا رب محمد يلا بسرعة يا بي بظن إنه تأثير الخشخاش اللي عطيته إياه هو اللي ما بيخليه يصحى لحد هلا لا 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 ما هو هذا السبب لك عن شو السبب يا بي بظني إنه الرصاصة اللي دخلت بكتفه وصلت للعظم والعمل يا بي العمل عمل ربي إذا ما صحي يا بي ما فينا غير ننتظر ونصبر لأنه ما فينا ناخده على المشفى بخاف للإسرائيلية يعتقلوه بحجة إنه فدائي وإذا ما صحي بالمرة خلونا ننتظر للصبح لنشوف شو بدنا نعمل أمرك يا بي شو بنا ما بدك كل هالشي لا تفاولوا عليهم للشباب يعني محمد ورفيقه رجال وقبضايات بيعتمد عليهم الواحد معك حق ابن عمي بس نحنا يعني نشغل بالنا لأنه خالتي أم صابر توقعت أنه يجي اليوم الغايب حشته معه إن شاء الله هلأ بعد شوي بيرجعوا وبيسمعونا أخبار بطيب الخاطر إن شاء الله يا رب إن شاء الله أنا وكل رجال الحارة واقفين بالسوق ناطرينهم ليرجعوا يلا بخاطركم الله معك بيبي الله معك مهونة تقبرني
الله يردهم بالسلامة يا رب. يا رب يا رب يرجعوا بخير وسلامة يا رب. يا جماعة خلينا نتوضى ونصلي ركعتين لوجه الله تعالى، بلكي الله برجعنا اياهم بالسلامة. وانت قلتي يا ام عبده، يلا خلونا نتوضى. يلا. ما اختلفنا احمد، الحكي اللي عم تحكيه فهمته، جماعة ما في منه وبنحطوا على العين وعلى الراس، بس نحن ما لنا حاسبين حسابنا نضل ثلاث ايام عنده. يا سيدي ونبقى يومين ثلاثة زيادة، شو صاير علينا؟ بالعكس هي فرصة لحتى نتملى من هالعيلة الظريفة. وكل الله احمد، شبك يا زلمة؟ نحن داسين مصاطن للجماعة، أنت عم ترمي على البنت، أنا فهمان عليك. شو حكيت؟ عم أقول لك بس إنه العيلة ظريفة، شو غلطت أنا؟ طيب هات لشوف، شو قصدك من الحكي اللي حكيته؟ هدول جماعة ما في معهم مزح بهالقصص هي. أنو قصص وأنو دواوين يا رجل؟ شو عيب ولا حرام إذا قلت لك إنه العيلة والبنت حلوين وظراف؟ طيب اسمع، في مجال هلا تشيلنا من هالقصة وتخلينا بالشيء اللي نحن جايين كرماله؟ شو محمد؟ كأنك غرت. غرت؟ لا ما غرت، أنا قصدي إنه مو وقت هالحكي هلا. كأنك أنت كمان عجبتك البنت؟ أنا؟ إيه أنت. إن شاء الله مفكر إني ماني منتبه عليك، كيف عيونك عم تلاحقها وين ما راحت وين ما إجيت. أحمد يستر عليك إمنا من السيرة بقى، خلينا هلأ نقوم ننام، بلكي بكرة عمك الحاج الطبراوي بيفرج عنا وبيعرف ليش إجينا لعنده. إيه؟ الهيئة ما رح يخلينا نروح لحتى يمضوا لثلاث أيام. بعرف إذا هالحكي مزبوط؟ مصيبة هاي. لك يا أخي أنت ليش مسميها مصيبة؟ بالعكس في أحلى من هيك سيران، في ومي وش حلو. أحمد كرمال الله لبقى تجيب سيرة البنت بهالطريقة. هلأ بسمعوك. قول لحالك الحكي. أنا فايت نعم. ما بصير يبقى عنا زلمة بهالشكل لحتى نحافظ على سلامته. ايه ما بصير، لانه مو بعيد باي لحظة يطبوا علينا الاسرائيليين، واساسا نحن ما منعرف اصله وفصله وشو يلي وصلوا لهالمواصيل. حتى تيابه ما بدل من أي مكان، هو ما بظنه لا فلسطيني ولا لبناني. يا رب يا رب تعمي عيون الإسرائيليين حتى يصحى الزلمة ونعرف شو مشكلته ومن وين هو، مشان نعرف شو بدنا نتصرف. مين انت؟ اختك بعهد الله. انا بحلم ولا بحلم؟ انت بحقيقة؟
ما نحن ناطرين لحتى تقوم بالسلامة لحتى نقول لك انت وين. عهدتك بالرسل والأنبياء، بس قلي لي أنا بأمان. عهدتك يا ضيف الرحمن. وشك مبين علي الصدق. نحن ما تعودنا أنه نكذب. الحمد لله الحمد لله. هون شو أنت وحدك؟ لا، أبي وإخواتي بباب الدار ناطرينك لحتى تقوم بالسلامة. مشكورين يا وجوه الخير. واجبنا يا ضيف الرحمن، من ساعة ما وصلت على بيتنا وأنت بعيد الشر عنك بين الحياة والموت. المهم ما نكون بأمان يا بنت الناس. الأمان بالله يا ضيف الرحمن، وبرجع بقلك أنت بين أهلك وناسك، واللي بيصير عليك بيصير علينا. تسلمي تسلمي. عن إذنك رح روح خبر أبي إنك صحيت. إذنك معك إذنك معك. يابي يابي. خير خير؟ شوفي الضيف صحي يابي. انت متأكدة؟ ايه متأكدة. ايه الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. يلا يلا الحمد لله رب العالمين اللي ردك للحياة بعد ما كنت على مشارف الموت. انا ما رح اسألك اي سؤال، بس اللي لازم تعرفه انه انت بدارك وبين اهلك واختك. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بناتي زلفة وناهية وسلطانة، تشرفنا يا وجوه الخير. البيت بيتك، اهلا وسهلا فيك بيناتنا. انت ضيف وعزيز وغالي. الله يعزك ويكثر من امثالكم يا رب. روحوا اعملوا لنا لقمه اكل، الضيف لازم ياكل. حاضر يا امرك يا ابي. يلا ما بدي خبي عليك، جرحك كبير ولازم راحة، بس لا تكن هم، انت بين اهلك وناسك. الله يعزك الله يعزك. عن اذنك. يلا لوين حطيت رحالك يا ابو طالب؟ وين وصلت؟ يظهر جرح خطير مثل ما قال الحج، وبحاجة لراحة، بس الحمد لله نفدت من الموت من بين ايدين ولاد هالضلال، والظاهر وقعت بين ايدين الناس ولاد حلال. الحمد لله الحمد لله. وهالله على ابو الزلاف عيني يا مولاي، ضرب الخناجر ولا حكم النادل بيا، هو سايق عليك النبي هون متى تدفني بين القبور الخضور وتزور يوميا. هولولا ليكم يا أهلي هولا جي أنا البيت، أشسي على ركبتي وكحل عيونه. أو هلا على بزلاف عيني يا مولاي، أو ضرب الخناجر ولا. ما شاء الله كان على هالصوت. يا صباح الخير. يا صباح القشطة والزهور. صباح الخير. يا هلا ورحب. شو وينو عمي الحاج؟ ما لنا شايفينه. بالحقل يكتف الخضار والفاكهة لجلكم، لكنها بصراحة بصراحة زعل منكم بحق. زعل مننا؟ خير إن شاء الله. ما هو بقى يصحي بيكم صلاة الفجر وانتم ما صحيتوا. والله ما حسيت أنا. حاكون علينا بس تعبانين من امبارح. راحت عليكم صلاة الفجر اللي تساوي الدنيا وما عليها. والله أنا ما حسيت. والله ولا أنا، مو اجينا تعبانين مشان هيك.
على كل حال حسابكم عند الحاج نوفل، ترى هو أبد ما يتهاون بحدود ربنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عفا عليكم. خلاص خلاص ما تزعلون، تصلونها قضى إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يلا جاي ما أحضركم الفطور. يكتر خيرك يا رب. يا صباح الخير. أبو حميد؟ إيه؟ أهلين أبو سمرة. أهلين عمي أبو لمعي. وين صاحبنا؟ منو قصدك؟ صباح. تقول حضرتك كأنك ملك عايش معنا هون بالسوق. إيه بالسوق، شو قالوا لك بلعب خير لك؟ لك مو قايمة لقيامة مشان محمد وصاحبه اللي راحوا على طبرية ولهلا ما رجعوا. إيه؟ إيه راح صباح أفندي مع عضوات الحارة على المخفر يخبروا عن غيابهم. ايوه. ايه لك زينو زينو زينو. خير اللهم اجعله خير، الله يعطينا خيرك يا ابو شاكر. امين. خذ شاي لصهرك ابو لمعي وعمك ابو سمره برضاي عليك. لك يقبرني ربك. شو بتفهم يا ابو شاكر؟ الفهم فضلوا على العلم. والله ذكرتني صهري زينو بمعيتك كاستين شاي اترك عجم، وحده ابي وحده لعمك ابو سمره. يسلموا يسلموا ابن معي. الله لا يوفقك يا ابو شاكر، الله لا يوفقك على هالاستفاده. ايه لك قول ايه قول ايه. حل عنه ابو شاكر للزلمه بقى، حل عنه. اجب انا اجو قفلنا كل اللي قلنا له. يا خد شاي لصارك ابو لمعي وعمك ابو سمره برضاي عليك. اجو تنادي. لا حل عن زينو، حل عنه. اساسا ابو لمعي مو تاركه بحاله، وهالشيء لا بيسر ولا بينومس. اجو اسيادنا الحامدين، اجو اسيادنا الحامدين، اجو اسيادنا الحامدين. اي سيادنا. على السلامه. طمنونا يا سيادنا، شو صار معنا؟ في شيء اخبار عن الشباب؟ في شيء؟ مبين عليكم حامدين ومرايقين، شو القصه؟ كنا بأبو طالب، صرنا بمحمد ورفيقه. شو صار؟ على قولة يعني ممدوح افندي انه رح يعمل كل جهده. بالظاهر الشباب صاير معهم شيء لا سمح الله. يا لطيف يا لطيف. العمل يا اسيادنا العمل. يا جماعه اسمعوا، على اساس ممدوح افندي يتصل بشرطه الطبريه. اي نعم. شرفوا شرفوا. حسبي الله ونعم الوكيل. هاتي عمي فلان، شو اخباره؟ قال لازم انا اللي اطلع على طبريه وما خلي محمد يطلع. وحد الله عمي طلال، وحد الله. لا اله الا الله. وكل الله عمي طلال. إن شاء الله هلا ما بتشوفهم إلا راجعين. من تمك لباب السماء يا حسن، من تمك لباب السماء. سمعونا الفاتحة على النية. يا حي يا قيوم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. ضالين يلا عمي روح على شغلك، روح. فوتوا شباب على الشغل. يلا يا تامر عمي طلال. لك الله لا يحرمني يا كريستي يا فندي. علينا بنرجع خليني انا طمني عنا. تعال احلق لك احلاق اليوم، ارفع شوفك. تعال بدنا نروح. ايش شو سيرة قبل معين؟ لك شو بدي اقول لك، اللي عم يصير بالحاره بحط الاعل بالكف. والله صدقت انا من فوتي على السوق شفت لك الناس ضايجه. لا خليها لربها، كنا بالزعيم هلا صرنا بمحمد وصاحبه احمد. ايوه. على اساس راحوا على طبريه روحها رجعه، هي باليوم الثاني تاخروا ما حدا بيعرف ليش. عمي ومشان شو راحوا على طبريه؟ شغله استفسار. استفسار عن شو؟ لك الله لا يحرمني اياك يا رجدي بيك، انا لو ما حبيتك ما بحكي لك. وانا حبيتك كمان. هذا مو طلال نسيبه للزعيم، شايف بمنامه شيخ جليل عم يسأل على حدا من أقرباء الزعيم مشان يروح على طبرية. إيه وبعدين؟ إلا هلا هو بدنا نكفي لك السيرة، فوت لإلا. يا الله يا الله. لا الحمد لله اليوم صحتك أحسن. الحمد لله. بس أنا شوي هيك. معلش معلش، البنات من فرحتهم فيك عملوا لك هاي الشوربة مشان تاكل لك كم لقمة. بارك الله فيكم يا شيخ. أخوك أبو العطا. شرفنا يا أبو العطا، شرفنا. وأنا ما رح أسألك لا عن اسمك ولا عن بلدك لبين ما تشد حيلك. بارك الله فيك.
والله يقدرني هذا جمايلك. أي جمايل؟ نحن ما عملنا معه غير الواجب. رد الجميل يا أبو العطاء واجب على كل ابن أصل. المهم الشوربة عجبتك ولا لا؟ طيب كثير وزكي. صحة وعافية إن شاء الله. على قلبك يا رب. المهم ترتد لك عافيتك بسرعة وهذا أملنا. الله كريم الله كريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.